استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة في الدوحة اليوم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية لقطر ضمن جولة في الدول العربية الشقيقة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لما من شأنه خدمة مصالح البلدين وأهدافهما المشتركة ودفع جهود تعزيز التعاون والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه الخير والنفع لدول المجلس ومواطنيها. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية 33 التي تستضيفها مملكة البحرين في 16 من مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية.